سمر، خلال السنوات الأخيرة بدأ الرجال والنساء على حد سواء ليتوجهوا للعلاج بالليزر، ليزر الفراكشنال، أكيد هي تقنية متقدمة للغاية تعمل على تسطيح وتقشير الجلد الميت. للحديث بشكل مفصل عن هذه التقنية الحديثة أيضا معنا بالاستوديو الدكتورة فاتن علي، اختصاصية جلدية وتجميل وأيضا عضو المجلس العلمي لهيئة اختصاص الجلد للبورت السوري. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا صباحك، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي عن التقنية الجديدة للليزر، بيقولوا بيعالج الندبات الجراحية، بيعالجها وبيعالج حب الشباب وبيعالج المسام الواسعة وكثير له من الأمور، احكي لنا بشكل عام عنه. هلا أنا بس بدي أحكي نوه وشي الليزر، الليزر هو عبارة عن ضوء، هو عبارة عن ضوء وحيد اللون، وحيد اللون يعني إذا بنحكي كمصطلح فيزيائي إنه طول الموجة، يعني هو عمليا اذا ضوء وحيد او ضوء وحيد طول الموجة، هيك كان نحكي باشكاله. في له عدة اشكال اكيد سمعانين الناس كلها فيها، مثلا منه بيشتغل على الميلانين اللي هو بيشتغل على الشعر، ازالة الشعر، في منه بيشتغل على الهيموكلوبين هو الاندياك، بيشتغل على التصبغات وغيرات، وفي منه بيشتغل على الماء اللي هو هلا عم نحكي عنه، هو سي او 2 فراكشنال ليزر. هذا الليزر هو تقنية كتير حديثة متطورة بحيث أنه تعطينا أفضل النتائج وما له آثار جانبية، بيكون آثاره الجانبية بيكون كتير قليلة، وبنفس الوقت الرعاية الصحية اللي بتتم بعد ما منعالج بالفراكشنال سي أو تو بيكون كتير كمان قليلة، ما كتير فيها العناية الكبيرة يعني، وآمن جدا جدا. نعم، بالنسبة لآليته اللي شو هو الفراكشنال سي أو تو، هو الفراكشنال سي أو تو بيشتغل على المي، يعني نحن بنشتغل بحيث انه طول الموجه بتكون كتير طبعا كبيره، بتختلف من موجه لموجه حسب لنا حسب نوع الجهاز، ونحن بحيث انه بندخل بنجرح، بنعمل على جرح عن طريق جرح كتير ناعم جدا لا يرى بالعين المجرده بالميكرون، نحن بنقول تمام بنعمل انه مثل ثقوب بهيدي المنطقه اللي نحن عم نشتغل فيها، بحيث اذا اشتغلنا نحن هذا الثقب لتقشير المنطقه بالمكان المقابل للثقب او حسب نحن شو حطينا الابعاد له، نحن وقت بيكون عملنا على تحفيز الكولاجين وترميم هذا الجرح اللي نحن ساويناه، فبحيث انه يكون نعطينا نتائج بتكون افضل وبيكون الجرح اعمق، يعني نحن وقت عملنا عمليه التقشير عم نشتغل بطريقه تقنيه كثير حديثه، انه طول الموجة عم يكون وبتكون عميقه، عرفتي كيف؟ ونحن طبعا بنختار حسب ما نحن شو بنختار بالعلاج، مثلا لسطح بشرة وجه او حسب اذا بدنا نشتغل على فرضا حرق او غيراته. نعم دكتورة، هلأ رح يمرق معنا صور لنقدر نشرح عنا بطريقة مفصلة، يمكن حكيتي يمكن هلأ بلشت الصور تمرق. دكتورة عم نشوف أيضا يمكن قبل أو بعد، إحنا أنا في صور مثلا هلأ في عنده بيكون نحن عنا ندبات لإلها أو في عنا حروق، إذا في نحن صور أكثر من صور أكيد حينعرض هلأ باقي الصور. نحن قلنا شو منعالج فيه، نحن منعالج مثلا صار حب الشباب، نعم ممكن آثر نعالج الحفر بتكون كتير قديمة كمان غير حب الشباب، ممكن واحد صار عنده مثلا ضربة وتلف عنه الحفرة، مثل هلا ترهل الجلد، في عنا ترهل للجلد للستات الكبار بالعمر بالرقبة، بالرقبة ممكن يكون بالرقبة يصير في عنا ترهل، فنحن بنشدها، يعني هلا نحن هيدي بتكون طبعا مو بعد أول جلسة أكيد لا، بعد ثالث أو رابع جلسة بتعطي نتيجة كتير منيحة، نحن بنعمل بفارق شهر، مثل هلا هون نحن عنا حروق شوفي كيف، بعد اربع تقريبا اسابيع يعني بعد اربع جلسات كمان عطت نتيجه كثير منيحه. حتى البشره السمراء نحن ممكن نشتغل عليها، يعني اذا كانت بشره سمراء في كثير لكل انواع البشره بتستخدم، حتى للاولاد الصغار الكبار لاي شيء نحن ممكن نشتغل عليه. بس بيقولوا دكتوره الافاده للعمر الاقل من 50 عام، لا حتى فوق الستين نحن بنشتغل عليهم، بس الإفادة الكبيرة أقل من 50 عام. أنا قريت عنه هيك حكوا، ما بعرف إذا المعلومة صح أو خطأ. لا نحن شو عم نشتغل، مثلا بتجينا طفله محروقه عمرها 3 سنين، طبعا نحن اول شيء نعمل دراسه وين مكان الحرق، مثلا الطفله محروقه عمرها 3 سنين مثل ما قلتي، شو هو الحرق لاي درجه واصل وقديش النتائج كانت؟ لا نحن هي بتكون عملت لنا ندبه، ندبه صغيره مثلا، نحن بيكون اسمها بيرن سكار او ممكن تعطيني الكلويد حسب نحن شو صار عنا، اما جدره او نحن عنا ندبه بعد الحرق،
تمام. نحن بدنا ننتقي اول شيء شو نحن حنشتغل، حنشتغل كحرق ولا كندبه؟ صحيح، في فرق كثير كبير. صح صح. اثنين، مكان الحرق، يعني الحرق اذا كان بمكان مفصلي تمام ممكن نحن نشوف دراسه، لانه الطفل نحن عم يكبر وعم ينمى، فنحن المفروض نشتغل عليه، ولكن بده يكون ممكن احيانا يعملنا شتر، فنحن وقت بنتعامل مع الطبيب الجراح التجميل بحيث انه نحن يمكن يعملنا تحرير للمكان. نعم تمام. بس نحن بنكون اقمنا بانه نحن شلنا 70% من الحاله لانه يقدر هو يشتغل عليها. نعم. يعني في امل كثير كبير اللي عندهم حرق ندوبات او اي شيء انه يتعالجوا بالليزر. طبعا تمام. وخاصه يعني الندبات اللي بتكون طبعا صار لها اقل ما يمكن بده يكون فوق الثلاث شهور لست شهور. هذا اللي بدي اسالك عنه دكتوره. في مثلا انا عندي ندبه صغيره لها فوق السبع سنين. رائعه. يعني يمكن تاخذ لها هيك علاج كورتيزون، يمكن ما كانت واصله تقنيه هذا هي الليزر. بالضبط. يعني صار لها حل مثل هيك ندمات. أكيد. لا. لانه في اجسام دكتوره يمكن بتفرز ماده معينه هي بتخلي الندبه تتشكل حسب الجسم. هلا حسب الجسم ممكن تعملها، هي اسمها جدرات مو ندبه، في فرق بين الندبه. نعم. والجدره، الجدره بتكون هي سماكه فوق مكان جلدين، احيانا بيكون جرح كثير ناعم ودقيق والجراح. نعم. اشتغل توب. بس هي جسمها بتعمل جدرات، مثل وقت بتكون مثلا وحده بتحط حلق بتقول لك انه صار عندي مثل جدره، احيانا بصير خطا طبي انه قال بيستأصلوه، ما بصير عندنا جدره اكثر. تمام. فما كان نقدر نشتغل غير بالكورتيزونات، وبتعرفي الكورتيزونات سلاح ذو حدين. صحيح. طبعا نحن بنشتغل مع الجدرات احيانا بنشتغل بالكورتيزون، ولكن يعني انا حابه انوه طبعا اكيد كل الاطباء على الراس والعين وكلياتنا نحن فريق عمل كامل لكل جميع الاطباء، بس احيانا بيكون في دراسات بتختلف من طبيب لطبيب. يعني نحن وقتنا نشتغل بالليزر نحن عم نعمل ثقب، وهو مضاد الاستطباب انه نحن نشتغل اذا كان عندنا جرح. فتخيلي يعني انه اذا انت انا مجروحه ما فيني اعمل ليزر ريفراكشن. فانا اليوم اذا اليوم انا حقنت كورتيزون ورحت بدي انا ابعته على الفراكشن الممنوع بده يكون اقل ما يمكن خمس ايام لاسبوع. تمام. لحتى نقدر نعمل الليزر، لانه اصلا حاعمل جرح، ما انا حاعمل ثقوب. تمام. فكيف انا بدي اشتغل ثقوب على انا البنت مدماي او الطفل او الشاب. نعم. جاي ما بقدر. ففي عندك انت الاخطاء الطبيه محتمله دكتوره اكيد مثل ما حكيتي، بس يمكن الملاحظه اللي نوهتي عليها لانه احيانا الاخطاء الطبيه عم بتودي لتشوه بدل التجميل، كان اضقتي على نقطه كثير مهمه انه نحن وقت تكون مثلا حاقنين كورتيزون ما بيصير نعمل ليزر. يمكن هلا ان شاء الله كل المشاهدين يستفيدوا منا اكيد اللي حكيتي عنها، لانه فعلا يعني عم تجينا حالات. وبعدين مفروض يعني كمان رح نوه كمان على نقطه، كوني احنا عم نشتغل بتعرفي اللي بيجي على المشافي اكثر ما بتجي على العيادات. أكيد. فاكيد العيادات تكون شغاله كثير، بس اكيد ما حيجيكي 100 مريض او 60 مريض او 80 مريض باليوم، ممكن يجي بس ما بيكون مثلا بهالقصه. فنتيجه الدراسه على الفراكشنال، لانه هو 2006 صارت هي الصيحه الكبيره يعني واعطى نتائج فعلا خياليه. مثلا بتيجي طفله، طب انت طفله اليوم انت عندك بمكان انه حيمتد الجلد فيه وحيكبر وحينمى، ممكن انا الا اهملها ان الا بعد ست شهور جاي بعد سنه جاي ممكن ما اعمل لها فورا فراكشنال. كمان مفروض انتبه اذا انا بدي اعطي كمان كورتيزون لهي المنطقه انه يا هل ترى انه فيما بعد ممكن اضطر اعمل لها تطعيم، يعني دخلنا بحلقه مفرغه. صحيح. وهذا شيء خطا صراحه، يعني يجب على انتقاء القرار الصح والطبيب الصح. يعني للاسف انه حتى عم بسمع انه في اماكن عم يشتغل بالفراكشنال تحديدا، يعني اتمنى انه ما يشتغل غير طبيب. تمام. ويكون فعلا طبيب جلديه او طبيب جراحه، لانه بصراحه هو دقيق جدا، جهاز حساس وسلاح ذو حدين، وله كمان شغلات ثانيه بنشتغل فيها. هو له ثلاث قبضات بيكون احيانا نسائيه بالفراكشنال، صرنا بنشتغل اصلاح امامي خلفي وبنشتغل كمان تضييق المهبل، وبنفس الوقت في له قبضه جراحيه، يعني انا ممكن شيل اي وحمه او اي شامه تكون كبيره عاليه عن جلد. دكتوره قصه الوحمه او الشامه عم بيقيموها بس عم ترجع تعطي تصبغ لون بني فما عم تنشال، شو السبب؟ هلا الشامه بدك تشوفي حسب، نحن كمان الشامات يعني هي ممكن تكون في منها ممكن ما تنشال، ممكن يكون مضاد استطباب لنشيلها، في لها انواع ما بدنا ندخل هلا بهيك قصص. والوحمات الادميه كمان بدنا نشوف بدنا نشيل كل الحواف مع هامش امان، فلذلك كانوا يشتغلوا اول شيء بطريقه انه قطب عاديه. هلا حتى انتقائنا نحن لما بدنا نشتغل على الوحمه الادميه البشويه كمان بده يكون في قرار طبيب جلديه مع جراحه تجميليه، اذا الليزر يعني طبيب الجراحه التجميليه بده يشتغل. تمام. طبيب الجلديه هو القرار له،
قرار له بكل شيء، لانه احنا بتعرفي ندرس الجلد مع كل السرطانات، مع سرطانات الجلد تحديدا. فهي الاورام طبعا نحن بنقدر نقرر نشتغل ام لا، فاكيد ما حتكون انسانه عاديه انه والله مسكت انه بس اشتغلت حطيت طاقه، لا ابدا اكيد ابدا، لانه نحن عم نجرح بكل شيء، كانه بده دراسه كثير دقيقه باي حاله مرضيه عم تيجي. نحن عم نجرح بشره تمام، ولكن بشكل كثير سطحي، يعني انه عفوا عميق ولكن كثير دقيق، يعني أكيد. بالميكرون يعني اقل من يعني من قطر الشعر لا يرى يعني. نعم يمكن شغل دقيق بيتطلبوا هذا الموضوع. دكتوره خلينا نحكي عن الفترات، يعني صبيه او الشاب عملوا الليزر يمكن بتعطيهم مده ليرجعوا يعملوا مو على كيفهم يلا يلا يعملوا ورا بعض، ما هي المده الزمنيه؟ هلا اقل ما يمكن احنا بنطلع 3 أسابيع لشهر، لانه لبين ما تبلش تترمم بتعرفي كل 21 يوم، احنا بعد اسبوع لانه احنا بنعطي المرممات مع بعض التعليمات اللي كثير صارمه من بيت، يعني التعليمات انه اول شيء طبعا اذا بدنا نقول احنا قبل ما نشتغل في شيء وبعد ما نشتغل في شيء، قبل ما نشتغل انه بدها تكون 3 أيام مو حاطه ابدا مساحيق على وجهها، بدها تكون كثير نظيفه بشرتها، بدها تكون مثلا كرجل بده يكون حاله دقنه قبل انه بحيث انه ما بقى يرد يحلق بعد منها، انه بتكون صارت البشره نحن قشرنا عمليه تقشير للبشره. بالنسبه لبعد تمام بعدها في عندنا كمان تعليمات، انه اول اهم التعليمات انه ممنوع يكون شيء يشرب كحول قل ما يمكن 3 أيام، هي ممنوع، وقبلها كمان ما يكون 3 أيام، التمارين الرياضيه بعد منها ممنوع اقل ما يمكن 3-4 أيام، ممنوع انه نشتغل ساونا، ممنوع انه نحن نحط مساحيق على وجهنا لمده اقل ما يمكن 48 ساعه ل 72 ساعه تماما. كم جلسه بيحتاج المريض مثلا 4-5 جلسات ليلاقي النتيجه النهائيه؟ اكثر شيء نحن عم نعاني من موضوع الكلويدي اللي هي عباره عن الجدرات، الجدرات عم تاخذ معنا وقت، يعني انا من نوع انا كطبيبه ما كثير بحب صراحه اشتغل بالدرمابين او اشتغل بالكورتيزون، بحب اعطيه اشتغل على الكريمات، لانه في كريمات ممكن كورتيزونات مع كريمات ثانيه بتعمل على حل الجدرات مع هيدا الجهاز، ممكن نعطي 4-6 أحيانا 8 جلسات تمام. احيانا بجه بتاخذ معك الاكني سكار بالنسبه للندبات، حب الشباب احيانا بتعطي 4 جلسات حلو. تختلف من مريضه لمريضه حسب استجابه أكيد. المريضه لهذا الليزر، بس اقل من 4-6 ما في، ما في نتيجه اقل من 4-6 ما في، وبفارق طبعا شهر تقريبا 25 يوم للشهر. نعم هي بالنسبه للنتائج. شو وضع النمش مع الفراكشنال النمش؟ هلا النمش ما كثير بيشتغل، بس ولكن التصبغات طبعا الكلف شفناها بالصور، الكلف الحملي ما بعد الحمل كثير عم يعطي نتائج خياليه. حلو. طبعا نحن الكلف له عده، يعني ممكن نشتغل على الاي بي ال بيعطي الضوء يعطي بيعطي نتيجه، ممكن نشتغل على الاندياك، يعني كمان ليزر اندياك للتصبغات، بدنا ننتقي نحن المريضه وشو بالنسبه لها للتصبغ اللي صاير مع قد ايش صار له 2-3-5، لكن بيعطي نتيجه بس بننتقي المريضه اكيد، يعني ما بنعطي هي حننتقي المريضه. دكتوره مين الاشخاص اللي بتنصحيهم انه ما تعملوا الليزر لانه ما حتستفيدوا؟ الاشخاص اللي هن بيعانوا من انه طول بالمده التئام الجروح عندهم، هذا مضاد استطباب ممنوع مثلا، يعني مثل المرضى السكري مثلا ما بقدر انا بالتئام، هيدا ممنوع اني اشتغل له تمام صراحه، يعني هذا. واذا كانت مريضه عامله تقشير، فرضا وحده اجتني مريضه قالت لي انا اخذه فرضا رتان ما حقدر اشتغل لها هيدي ابدا لبعد مضي 6 شهور، ليش؟ لانه بعمر 3 شهور ليطلع الماده، بعطيها يعني في عام بتقول لك 3 في عام بتقول لك 2 حسب كمان قديش المده اللي اخذها هي فيها رتان، في ناس بتاخذها 3 شهور تمام. في ناس تاخذ بتقول لك انا شهر بس عملت قبل ما اروح على عرسي مثلا، هم معتبرين صاروا رتان انه صح انه معالجه البشره سريعه، ومع انه رتان له بتعرفي اضرار كثيره، يعني يمكن وحده عامله تقشير عفوا عامله مثلا تقشير كيميائي ابدا ما فيني تمام، ممنوع ممنوع اشتغل لها ما فيني. يمكن كطبيبة جلدية أنت آخر حل بتفكري فيه إنه توصفي ريتان، يمكن لأنه إيه هلا الريتان صراحة أنا آخر حل، بس إلا لأنه للحالات اللي بتكون كثير صعبة، مثل مثلا عندنا العد الكيسي، العد الذؤاني، أما مثلا وحدة عادية والله عندي كم حبة اشتغل ريتان، لأنه له مشاكله، يعني من أهمها عندك الورم الدماغي الكاذب، يعني ممكن يصير في عندها مشاكل، يصير عندها رعاف، بدنا نشوف اذا عندها مشكله بالقرنيه، يعني بدنا ناخذ نعطي الريتان له كثير نعم.
اكيد اضرار محاذير يعني هو اسمه لحاله هلا بأوروبا بضل الواحد 3 شهور لا يكتب ولا يروح يشوف الطبيب نحن هون بفوت على الصيدليه بياخذ الدواء بيعطيني الرتاب بالخط يعني اكيد فلذلك بدنا الوعي بعضهم روح اشتري بدنا التوعيه بدنا التوعيه للمريض انه نتمنى انه المرضى كلهم اولادنا واخواتنا واهلنا بتمنى انه فعلا يعرفوا انه ما نوع الدواء هيك يعني انه بيتاخذ بدون ما يكون في استشاره طبيه وخاصة يعني بدي انا كمان نوه هلا لمعة براسي فكرة في بالنسبة للفراكشنال اذا نحن عاملين فيلر تمام مضاد استطباب ليش؟ لان اقل ما يمكن كمان شهرين او ثلاثة لانه انا عاملة فيلر تمام فهي المادة انا عم بشتغل انا بالليزر عليها كمان حتدخل عم تعمل جروح والبوتوكس نفس الشيء؟ البوتوكس بعد اقل ما يمكن شهر ونص اما الفيلر ابدا مضاع حتى اذا بدنا نشتغل ليزر او اذا بدنا نشتغل حتى لو الترا ساوند او نعمل ار اف او اي شيء على الفيلر ممنوع قبل ما يمضي اقل ما يمكن شهرين يمكن عم تشدنا المعلومات اللي عم تقوليها دكتوره يمكن نحن اول مره عم نسمعها بنعرف انه في تقنيه ليزر بس ما بنعرف انه التعليمات لنقدر نحن نعملها انواع كثير للليزر للاسف الشديد عندنا للاسف يعني انه نحن عندنا مثلا جراح بيوم ولا عمليته اوكي ما بس احيانا الانسان اللي بيصير بعد انه عدم نظافه عدم اعطاء التعليمات الصحيحه يعني انا اليوم بقول اهم من الليزر انه انا باخذ القصه المرضيه قبل كثير احيان يمكن اكيد المشاهدين انا عندي مرضاي كثير بيعرفوا انه انا دائما لا 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 تمام. فانا معروف عني لا بدي اجل بيجيني احيانا مريضه بتكون عامله اليوم اخذت رتان لك انت كيف بدك تشتغلي والله بعتني مثلا كذا اوكي اجت مريضه عامله فيلر الا لا دائما بدقق لانه بتعرفي نحن الغرب او اكيد نحن اطباء متميزين مو معناته اذا طلعنا لبرا نحن صرنا احسن لا ولكن في عندهم دقه بالشغل اكثر نحن هون ما في توعيه هي التوعية وانتقاء المريض وانتقاء الطبيب المناسب هلا بما انه فعلا يعني هذا الموجود بالمركز انه يكون فعلا طبيب يعني مو بس دكتوره مو اخصائيه هلا نحن اذا بدنا نحكي كثير من الحالات اجوكي كثير من المرضى قلتي عمل انجاز هي تقنيه الليزر احكي لنا عن حاله مرضيه اجت لعندك ولقيتي عن جد فيها انجاز لنعطي امل لكل حدا عم يسمعنا ويشوفنا مثلا عندك ندبات حب الشباب يعني انا مثلا اجوني اخوات 2 أو 3 واكيد بيعرفوا ويجوني كثير على العيادات حب الشباب عم يعطي نتيجه خياليه يعني انه انا لما عم بعمل الليزر بعد شهر عم تسكر الحفره عم تسكر يعني مثل وقت انت عملتي فعل ورد فعل نحن عملنا ثقب عم يجي نحن مباشره الكولاجين عم يعني يعمل تحفيز عم يسكر المكان الموجود الحروق مثلا الحروق كان اول شيء ما كان في علاج ما في امل منه صارت ابدا عم تكون نتائج كثير رائعه 80% مع حل اذا كان في عندنا شتر او كذا عم يحلها الجراح عرفتي نعم. كيف؟ دكتوره خلينا نحكي عن انواع الليزر يمكن حكيتي عن الفراكشنال على الاي بي ال وفي هلا نحن انواع الليزر هلا حسب طول الموجه مثلا الكسندريك بيكون موجته 755 تمام تشتغل على الهير ريموفينج اللي هي بتكون طبعا تقنيه كثير حديثه وطبعا قويه جدا نحن مشتغلينها من 2005 طبعا دخلت على سوريا وكنا سباقين على فكره نحن اشتغلنا بطريقه سريعه جدا يعني تمام. ولكن برجع وبقول انه انتقاء المريض يعني مثلا انا الالكسندريك ما فيني اشتغل عليه على وبر ما فيني ابدا لانه حادخل بحلقه مفرغه الوبر صار شعر شعر الوش كل العالم بيحكوا انه شعر الوش بيروح ولا لا حسب انتقاء الجهاز تمام. والطاقه الصح اما الالكسانديك بيشتغل على مريضه عندها شعرانيه مريضه هرمونيا قلت لك انا صار عندي مثل هيدي بتعطي نتيجه خياليه ولكن كمان رح نوه انه لما بدي انا اكون عم بشتغل مع استشارات غديه واستشارات طبعا نسائيه بده يكون في عندي 3 استشارات لاخذ القرار بالليزر بشتغل انا بعد مضي 3 شهور يعني ممكن تكون نازله على هرمون مع ادويه معينه بتقول لي دكتوره بدي اشتغل لا ما حتشتغل ما حتستفيدي ما حتدخلي بمشكله ثانيه لا خلينا نبدا بناخذ ونشتغل ولكن مريضة بتيجي تقول دكتورة احنا حلقونا واشتغلونا وراح صار عندي شعر ليكي كنت انا وجاني كثير على العيادة ففعلا شيء بيزعل طب انت ما بتعرفي تنتقي طب انت اليوم على راسي اخصائية بس انت شو يعني اخصائية انت عملتي دورة بس اليوم انا حتى البنات اللي عم يشتغلوا التكنيك عندي انا النرسات اللي بيكونوا موجودين انا ححط الطاقة بالمرة الأولى
حاعمل بعد ثالث جلسه تشيك اب عليهم. نعم دكتوره، يعني بيقولوا عالم التجميل هو للبنات والنساء، ولكن عم نشوف شباب عم تجي تحدد دقنها بالليزر. طبعاً. خلينا نحكي الشاب عم يستفيد كثير، لانه يمكن الشعر عنده قاسيه كثير. على الكسندريك عم يعطي من رابع جلسه عم يعطي نتيجه خياليه. طبعا الجلسات الليزر لازم نحكي بين 8 ل 12، بيقول لك اربعه لا، واللي بيقول لك سته لا، لقلك لانه الشعره ما حتموت قبل ما يمكن اقل ما يمكن 8 جلسات. بتقول لك ايه ضلين شهرين لبعد ما تطلع الشعره. لا، في عندك دوره لا مثلا الكسندريك بدك اقل ما يمكن 25. طيب العمر المناسب للصبيه تبلش تعمل بعد 15 بعد ال 15 بعد البلوغ، لانه بتعرفي الهرمونات بتتغير. تمام. وبالنسبه وكم جلسه بتعتاز المريضه؟ قلت لك من 8 ل 12. 8 ل 12 كلهم؟ هلا في منهم بيقولوا على الاربع خمس جلسات. قلت لك ابدا، بس بده يرجع بعد ست شهور. نعم، حيرجع. انت اقل ما وبدك انت ورجع بقول لك انه مثلا وجهه بده اقل ما يمكن 8 ل 12. مثلا عندك البكيني نفس المبدا، عندك الاجرين ايدين اخف بيكون. صحيح. التروية التوين بتختلف طبعا يعني. نعم دكتوره، يلي بيعاني من مشاكل نسائيه، اللي بتعاني من مشاكل نسائيه، عندك ياس على المبيض، ما في حدا من البنات ممرر على راسه؟ اكيد اكيد، هلا هذا البي سي او هلا كثير صار نتيجه هرمون هرمون، فانت يمكن بتفضلي انه يتم العلاج الداخلي بعدين نحن نعالج العلاج الخارجي. اكيد بيجي عندك حاله بيقول لك ليكي الحبوب، طب انه فحصتي ايكو؟ صح. عملتي تحليل؟ صح. هلا نحن اول ما بنشوف المريضه بنسال اول شيء، انه نحن بتجينا مريضه عندها مبيض متعدد كيسات الا سحنه معينه، بيكون عندها ممكن حبوب، ممكن يكون عندها بدانه مركزيه، ممكن يكون في عندها خفه بالاشعار. ممكن كمان تجيني لا بطريقه ثانيه، انه عندها شعرانيه كثير وعندها حبوب. هون نطلب الهرمونات، نطلب استشاره طبعا نسائيه، ونبدا بالعلاج مع النسائيه. تمام، نبدا العلاج لتعطي نتيجه طبعا صحيحه. اكيد دكتوره، بدنا نصايح اخيره على وكلمه يعني لكل حدا عم يسمعنا عن الليزر. بتمنى انه من الكل، هلا الليزر طبعا مثل ما حكينا انه يعني تطور كثير كبير وعم يعطي نتائج كثير خياليه وكثير علاجه حلو، ولكن اتمنى من انتقاء الطبيب. أكيد. وفعلا يعني يكون طبيب جلديه وقت بيشتغل وبنفس الوقت انه يعطي الحقيقه بالقصه المرضيه، يعني ما تقول اني لا ما اشرت او لا ما ساويت، ما بتصير نتائج بعدين سيئه وتندم يعني. المريضه او المريض. استمتعنا بالحديث معك دكتوره، نصائح ومعلومات دقيقه، يمكن شكرا. اكيد استفدنا نحن منها واستفادوا جميعا. احنا كمان بنضل نستفيد من اكبر منا كمان، اكبر اطباء دائما بيكون العلم عم يستمر طبعا بتعرفي. اكيد متشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا لك، اتمنى لك اكيد النجاح دكتوره. كل